إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من فاز. أيها المؤمنون، أيها الأحبة الحاضرون، في درسنا هذا العاشر من سلسلة حديثنا في منهاج النبوي بتاريخ 32 لشوال من السنة الأولى من القرن الخامس عشر قرن التجديد والخلافة الموعودة على منهاج النبوة إن شاء الله تعالى. كنا أفضنا الحديث في جلسات سبقت عن جوانب من اقتحام العقبة، من مبني اقتحام العقبة ومن مقتضيات اقتحام العقبة وما يلزم المؤمن في نفسه وجماعة المسلمين المجاهدة في جهادهم من صبر وتحمل ودؤوب على العمل. وسنخصص جلسات لاحقة إن شاء الله في هذا المعنى، ذلك لا نحتاج معرفة ما يراد منا إن نحن طمعنا وطمحنا أن ينهار الإسلام وأن تقوم للإسلام قائمة. ولن يكون من الإسهاب غير المفيد أن نقف عند هذه النقطة، وهي الثمن الواجب تأديته لنال رضا الله سبحانه وتعالى. في هذه الجلسة نتريث قليلا لنصحح بعض المفاهيم ولنجيب على بعض التساؤلات. لكي يسهل التفاهم بيننا، فإن من شأن الكلام المسجل المبثوث أن يطرح على الناس نقاط غامضة لا سبيل إلى الإجابة عنها لبعد الشقة، فإن المستمع في مجلس من قريب يمكن أن يوقف المتحدث فيسأله وأن يلحقه بالسؤال، أما نحن فإننا نتخفى عن حصار الأعداء الذين يمنعنا من لقاء إخوتنا، فلا وسيلة لنا إلا هذه الوسيلة المتاحة في الوقت الحاضر، وهي وسيلة أن نطلق الكلام عبر التسجيل المغناطيسي. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى
في آية من سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. تريد أسئلة عن معنى المنهاج ومعنى البرنامج وفيما المنهاج وفيما البرنامج وأسئلة عن معنى الجهاد وفيما الجهاد وكيف الجهاد إلى أية غاية المجاهد. وماذا يفيدنا المنهاج والبرنامج؟ ما زال بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله. ما حاجتنا إلى اجتهاد في عرض أساليب الجهاد ووسائل الجهاد وأهداف الجهاد ومراحل الجهاد؟ هذه الآية الكريمة طبعنا أمام الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق ومن أجلها بعث الله النبيين والرسل. هذه الغاية تشير إليها اللام في قوله سبحانه وتعالى ليقوم الناس بالقسط. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كل هذا لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فقيام الناس بالقسط هو الهدف الجماعي. من الجهاد في سبيل الله هذا الجهاد الذي حرض عليه رسل الله وبعث إلينا به فربوا ونظموا وجندوا جند الله وقاموا في وجه الكفر والظلم حتى انتصر أمر الله. وهذا ما يطلب إلينا في حاضر الإسلام ومستقبله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو أن يقوم كل جيل بالتعبئة اللازمة ليقوم الناس بالقسط. الناس عامة الناس على وجه الأرض مسؤوليتنا لا تنحصر في بقعة ولا في قطر من أقطار الأرض ولا في زمن معين دون زمن. مسؤوليتنا أن يقوم الناس بالقسط. فبعد أن ختم الله رسالاتي برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقي عبء الجهاد وواجبه ملقا على عاتق كل مؤمن يرجو لقاء الله عز وجل. لقد أرسلنا رسلنا بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان روى عبد الرزاق عن قتادة الميزان هو العدل. قال المفسرون القسط والعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. قال المفسرون البينات هي المعجزات والشرائع الظاهرة. المعجزات البينة والشرائع الظاهرة. مع كل رسول معجزات ومع كل رسول شريعة. وقد اكتملت الشريعة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة للبحث عن
أن نزيد أو ننقص من الشريعة، لا بد أن نطبق الشريعة كما أنزلت. القرآن بنيادنا نجتهد ننظر في سنة رسول الله تفسر، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتهد لنجد الصواب ولكي نهتدي عبر اجتهادنا إلى أسلوب عمل، إلى منهاج عمل، إلى منهاج جهاد. الناس مذلولون جبلهم الله سبحانه وتعالى على التدافع والتضامن والتناطر واستكبار المستكبر واستضعاف المستضعف. هكذا كان الناس سيبقون كما فطرهم الله إلى يوم القيامة. هنالك عدم توازن، الميزان مختلف، هنالك ظلم، هنالك صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين المستكبر والمستضعف، بين الملأ المستكبر وعامة الناس المستضعفين. هنالك كتل بشرية، هنالك دول قوية في عصرنا كافرة، ودول مسلمة مستضعفة يحكمها المستكبرون ويستضعفها المستكبرون بوسائط من أبناء جلدتنا. فكيف العمل؟ ما هو المنهاج الجهادي لكي يقوم الناس بالقسط، ولكي يكون نحن أمة الإسلام القائمين بالقسط كما أمر الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا قوامين لله شهداء بالقسط. كيف ننهض من كبوتنا ومن ضعفنا ومن تخلفنا الحضاري ومن قناءتنا على البسيطة على وجه الأرض؟ لا يساوي شيئا، لا قوة لنا معنوية ولا خلقية ولا مادية ولا سياسية ولا عسكرية، هزام على جميع الواجهات. ما العمل لكي نكون نحن بناة الإسلام، لكي نكون نحن حراس العدل والقائمين على الميزان والقائمين بالقسط؟ لقد طوالت علينا أزمان ألفنا فيها الخمول والخمودة والركون إلى الدعاة والرضا بالأمر الواقع. المسلمون 800,000,000,000 غثاء على الأرض كثير، لكن لا غناء فيهم، لا يؤثرون في الواقع تأثيرا ذا نظر ولا معنى. ما العمل إذن وما المنهاج لكي نصبح نحن الأمة القائمة بالقسط؟ عندما كنا نتحدث في مجالس سابقة عن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمله، وصبر الرسل من قبله، وصبر أصحابه معه ومن بعده، لا يعنينا فقط أن نذكر أولئك القوم الصالحين لكي نتسلى بأنه نحن ننتمي إلى تلك، إلى أولئك الرجال، إلى أولئك الصالحين، إلى أولئك المجاهدين. إنما نذكر كل ذلك لكي نتأسى نحن به، ولكي نصبح نحن على الأقل على مستوى مخاطبة النفس ورفع الهمة على مستواهم، لكي نحاول أن نلحق به وأن نفعل ما فعلوا. فإن الله عز وجل لن يسأل من سبقنا عن ضياع الإسلام، إنما يسألنا نحن. كل من أضاع الإسلام ولم يقم بما أمر الله به
يسأل الله عز وجل. وأثناء مطمح للمؤمن وأثناء وظيفة له في الحياة يستطيع أن يطمح إليها هو أن يقوم بوظيفة الرسل، أن يقوم بالرسالة، تبليغ الإسلام والدعوة الإسلام والمجاهدة من أجل انتصار الإسلام. ولا بد لنا من منهاج، ونقصد بالمنهاج تلك الآلة الفكرية، ذلك النوع من التصور الذي يتيح لنا أن نفهم الإسلام في شموليته وفي تحركه لتحرير الأهداف الجهادية الجماعية ولتحرير الغاية الفردية، ألا وهي أن يعرف العبد ربه وأن يكون له عبدا ممتثلا لأمره، سائرا إلى لقائه عز وجل، صائرا إلى رضاه وجنته سبحانه وتعالى. بين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نختلف ماذا نفعل بكتاب والسنة. بعضنا يظن أنه يكفي أن نحفظ وأن نقوم بما نستطيع من عبادة فرضية، وبعضنا يقترح أن يصبح القرآن كما كان أول الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الخطاب الإلهي حتى ينهض الناس إلى الجهاد، وحتى يصبح السيف في خدمة المصحف، هذا التعبير للشيخ بن رحمه الله. نعني بالسيف السلطان والحكم والسلطة التي في يد أعدائنا اليوم وخصومنا، في يد اليساريين واليمينيين من يمين الجاهلية ويسارها، يفعلن بنا ما يشاءون ويكيدن الإسلام ويلعبون. ما العمل لكي يصبح السيف خادما للمصحف وليس العكس؟ أعداء الإسلام يدركون إدراكا جيدا أن توحيد المفاهيم والتصورات ضروري لنجاح كل عمل، لأننا في هذه المرحلة لا نزال نتساءل. العلم عند بعضنا ما كتبه وسبقنا بإيمان، ولا ننقص من علمهم شيئا، نزعم الله عنا خيرا، فهم أسسوا لنا ما نستطيع أن نبني عليه. أوصلوا إلى القرآن الكريم، أوصلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناطحوا عنها حتى لا يدخلها الكذب والبهتان، فسروا لنا القرآن، فسروا لنا السنة، فسروا لنا أبواب الفقه وفرعوه. كل هذا شيء نستغني به ونستفيد منه، لكن أن يصبح القرآن كلام الله عز وجل حيا في قلوبنا، أن نسمع كلام الله عز وجل بنية التنفيذ كما يقول سيد القرب رحمه الله، أن نجد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونموذج لسيرته الطاهرة الطيبة الحافظة للمعنوية، الحافظة الخلقية، الحافظة الروحية، والمثال للحكمة والشجاعة والإقدام والغناء والتنفيذ، هذا ما يحتاج إليه. ولهذا نكتب في المنهاج، ولهذا نتحدث عن المنهاج. بعض إخوتنا يسمعوننا نتلو من سورة البلد، قال الله عز وجل يخاطب الإنسان، يليم الإنسان، يبكت الإنسان، فيقتحم العقبة. هذا عرض وتحضير وزجر وأمر بالقيام باقتحام العقبة.
نقول نحن نريد أن نقتحم العقبة إلى الله عز وجل. إذا كان المرء يريد أن يصبح عبدا لله لا بد له من أن يلقى مشاق في الطريق، ليس هناك مناصب في الدنيا تنال بدون تعب. من يريد أن ينال حظوة بالمال لا بد أن يجتهد لجمع المال. من يريد أن يجمع علما لهدف دنيوي أو أخروي لا بد له من جهاد. فأحرى من يريد أن يقوى بأهم عمل يتصور أن يقوى به الناس، وهو عمل المصلين والمجاهدين، هذا يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى صبر وتحمل، إلى شجاعة وإتمام، وإلى علم مسبق بالطريق ومنعطفاتها وأخطارها. نلح على هذا إلحاحا كثيرا عن الغاية الإحسانية من سلوك الإنسان في طريق عبادة الله عز وجل، وهذا ما أمر الله عز وجل أن نناجيه به وأن نسأله إياه في صلواتنا. عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والذين أنعم الله عليهم هم في آية أخرى أولئك الذين أنعم الله من نبيين وصحبة وشهداء والصالحين. وطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عندما نستقرئها في السيرة النبوية وفي قصص القرآن، في قصص النبيين والمرسلين من قبلنا، نجد أنها صراط مزروعة بالمصاعب وبالأشواك وبالمخاطر وبالموت والتهديدات. فإذا لا بد لنا إذا كنا نريد وجه الله أن نصبر بكل أنواع الأخطار. هذا أمر نلح عليه إلحاحا، لكن بعض إخواننا يسمع لنا في لحظات أخرى من لحظات أحاديثنا وكتابتنا نقول إنما الجهاد وسيلة، الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية وللانتصار على الظلم ولنصر كلمة الله ولنصر الله عز وجل. نقول إنما هو وسيلة، وتحقيق الأهداف الجهادية من إقامة الدين الإسلامية وإشاعة العدل في الأرض ونصر كلمة الله على العالمين، نقول إنه وسيلة. يظن إخواننا أن بين السلوك الفردي إلى الله عز وجل اقتحام العقبة إلى الله عز وجل وبين ضرورة الجهاد الجماعي تنافرا أو تناقضا أو تعارضا، ونحن لا نرى في ذلك أي تعارض، بل نقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام المجاهدون أعطونا المثال لاقتحام العقبة إلى الله فنالوا رضا الله، فيجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل ما فعل على كل المستويات، سواء في العبادات من وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك مما فرضه الله علينا، أو في الفريضة الكبرى فريضة الجهاد في مجالس سابقة كنا تحدثنا عن المنعطف الخطير الذي مر منه المسلمون في تاريخهم عندما افترق القرآن والسلطان، فأصبح القرآن منزليا، غاب الصالحون غاب المتقون لأننا كانوا يرونه من دون بني مروان وصرائع بني مروان ومن جاء بعدهم من ملوك الطغيان. عندما رأى الصالحون ذلك انزوى بعضهم، وبعض العلماء تخصصوا في الفقه لكي يحافظوا على مصالح المسلمين ويدافعوا عن شريعة الله ما أمكنهم، حتى استوى الأمر على ما يلي على هذه الصورة، هذه الصورة المشعثة، هذه الصورة المنشطرة، هذه الصورة الماضية التي نظن أنها هي وضع طبيعي.
وهي أن يحكم الظالمون بغير ما أنزل الله، وينزوي المسلمون في زاوية التصوف أو في محراب التعبد أو في زهادة المنقص عن الناس. هذا وضع مرضي يجب أن نقضي عليه ويجب أن نتجاوزه، الوضع الذي يرضي الله عز وجل والوضع الذي يمكن أن ننطلق منه لكي ننصر الله عز وجل فينصرنا، هو أن نتصور العقبة كما يلي. هذه العقبة إلى الله التي تجعلني أنا مرضيا عند الله عز وجل، هذه العقبة هي أول وقبل كل شيء عقبة نفسية. وعندما أنيح على أنها عقبة نفسية لا أعني أن هذه العقبة النفسية تقتحم في الخلوة بعيدا عن الناس في صمت الرهبانية والانعزال. هذا كان رخصة اتبعها بعض الناس لا تعرض لهم إلا بخير ولا نذكرهم إلا بخير، لكن عقبة المؤمن النفسية التي يجب أن يتغلب عليها تمر عبر المشاق المحسوسة الاجتماعية السياسية اليومية الجهادية، مواجهة الظالمين، الصبر على أذاهم، الجهر بكلمة الحق. من هنا تمر هذه العقبة. إذا كان بعض من سبقونا وبعض من هم من معاصرينا وبعض من رخص له الشارع في أن ينزلوا وفي أن يصعدوا إلى جبل وراء غنيمة، هذه رخصة. إذا كان من هؤلاء المسلمين من يتمسك بالرخصة وينعزل عن المجتمع ويقول فسد الناس وأنا أخاف على ديني أن يفسد، فإننا نحن نؤكد أن المنهاج النبوي الذي عليه فقط تقوم الخلافة على منهاج النبوة، وعندما أقول عليه فقط لا أقصد أن اجتهادي وأن اجتهادنا وأن اجتهاد أي كان هو الحق بعينه، لكن نسدد ونقارب ونبحث ونطلع، نبحث عن هذا المنهاج النبوي، نبحث عنه، فما أخطأنا فيه فهو خطأ منا، وما أفرنا فيه من تسديد الله عز وجل. وفي بحثنا إن علم الله منا خيرا نسأله ونرجو منه سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا. أقول المنهاج النبوي الموعود الذي تقوم عليه الخلافة على منهاج النبوة كان وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي يعرف له ولا بأس أن أكرره، وهو ما رأى يا أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء، ثم يكون فيكم ملك عاض فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يفعلها الله إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فسكت سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عند البزار نقلها عنه الشاطبي بعد هذا الكلام يقول رسول صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن الأرض وساكن السماء، لا تدر الأرض من فلذاتها شيء إلا أخرجته والسماء من فطرها إلا أنزلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخلافة على منهاج النبوة موعودة، وإنما نستعمل نحن كلمة منهاج ولا نستعمل كلمة منهج، وكلمة منهج هذه معربة تترجم التك الأجنبي منهج، المنهج الدراسي في الكليات في الجامعات قل منهج علمي من منهج استقرائي منهج استنتاجي، قل منهج، نحن نستعمل الكلمة القرآنية السنية النوعية المنهاج، الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لكل جعلنا من كل شرعة ومنهاجا، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبيلا وسنة شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، نحن نغامل بالشرعة والمنهاج واحد، ونحن نغامل السبيل والسنة واحد والطريق صراط،
هل الصراط مستقيم لا عرضان فيه من كان يراوغ الله عز وجل فإن الله عز وجل يطلع على الابتداء ونعلم ما نسره ولا نعلمه. إذا كانت نية صادقة فالمنهاج النبوي هو تلك ذلك الصراط المستقيم تلك العقبة الكأرد التي تؤدي إلى الله عز وجل إلى معرفته إلى نيل جنته ورضاه. ليكن هذا واضحا أحبتي، المنهاج هو منهاج جهاد، جهاد لأن في الصف في صف جند الله عز وجل هو سبب من الأسباب التي تقربني إلى الله عز وجل، قربة من القرب التي تقربني إلى الله عز وجل. كما يقربني إليه الصلاة إن أخلصت إن هبني الله في الإخلاص وقبيها مني، كما تقربني إليها الفرائض الأخرى والنوافل الأخرى. وأعظم الفرائض الجهاد في سبيل الله، لأن الله عز وجل إنما بعث المرسلين ليقوم الناس بالقسط والقسط هو العدل. وهنا إخواني أريد منكم أن تصغوا بعناية لما أريد أن أقول. إن سكوت بعضنا عن هذه النقطة الجوهرية في رسالة الله وفي دين الله ألا وهي الميزان والقسط، أي العدل والنصفة، أي انتصار للمستضعف من المستكبر المظلوم من الظالم، لأمة الإسلام المغلوبة المنهزمة المحتلية أرضها على الكفرة الفجرة من اليهود والملحدين والنصارى وأذنابهم وأذنابهم بين الظهرانين. إن سكوتنا عن هذا الواجب وتسلمنا بالنشاطات الجانبية التي نسميها نشاطات إسلامية، لا بد من هذه النشاطات في تدريب جند الله وتربية جند الله وتنظيم جند الله وإعداد القوة، لكن إذا كانت وهذا موجود، إذا كان بعض الناس يقول أنا أهرب إلى المسجد، وهذه كلمة سمعتها اليوم من أحد علمائنا التقليديين عفى الله عنا وعنهم، قال فسد الجميع أنا أهرب إلى المسجد، ويهرب إلى المسجد يفعل ماذا؟ لكي يصلي خمسه ولكي يذكر ربه ولكي يقرأ القرآن. هذا تجنب وهروب الميزان واستقالة من فريضة الجهاد، ليقوم الناس بالقسط. وأنزل الحديد فيه بأس شديد، يقول الله عز وجل فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وانظروا أحبتي كيف جاء ذكر الحديد وبأس الحديد بين شقين من هذا السياق الكريم، بين واجب قيام الناس بالقسط وبين ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بما ننصر الله؟ بما ننصر رسول الله؟ بما ننصر دين الله؟ الميزان العدل، مغالبة الكفر والظلم لا يكون بالدعوات الصالحات، لا يكون بالتأفف والتظلم والشكوى البائسة اليائسة المسكينة، بل يكون بالحديد. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. بعض المفسرين وقفوا عند ذكر الحديد وبأسه ومنافع للناس في ذكر مصالح جزئية من صناعات ومن أسلحة تعد إلى آخره.
لكن فهم الآية كما أرى الله أعلم، فإن الله عز وجل خاطبنا بالقرآن الكريم ما خاطب جيلا دون جيل، خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتدبره. فهم أن الحديث فيه بأس شديد منافع للناس، هذا البأس الله خلقنا عطانا هذا البأس، هو في يد من اليوم؟ الحديد وبأسه، من يصنع الطيارات؟ من يقدر على سياقتها؟ العلم، نحن نستورد السلاح، فيما نستعمله؟ من يستعمله؟ فإذا هذا الحديد الذي أنزله الله عامة للناس عامة، يستوي فيه الكافر والمؤمن، يستوي فيه المجتمع الجاهلي والمجتمع الإسلامي، أنزله الله فهم تلقوه وأتقنوا صناعته واستعملوا بأسه ضدنا. ونحن هذا الحديد ورفض الحديد عامة، كل ما صنع من حديد ما فيه بأس من هذه الصناعات التي نحتاج إلى إتقانها. الدولة الإسلامية لن تقوم بالدعوات، لن تقوم بالمخيمات التي تنشد فيها الأناشيد، نعم كل هذا لا بد منه على جزء من التربية، لكن إعداد قوة أن يكون الحديد في يدنا وأن نوجه بأس الحديد في نحر أعدائنا قوة. وليعلم الله من ينصره ورسله، بما ينصر الله؟ يموت في سبيل الله، نطلب الشهادة في سبيل الله، وإذ ذاك يمكننا أن ننصر الله عز وجل، بغير هذا لن نستطيع أن ننصر الله سبحانه وتعالى. الله غني عن العالمين، إنما أتاح لنا سبحانه طريق الجهاد، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جاهدوا في الله حق جهاده كي نقتدي. فما العمل؟ كيف نفعل في الجهاد؟ أن نجتمع في بيت من بيوتنا أو في بيوتات من بيوتاتنا مدة من الزمن، حتى إذا استأنسنا أننا كتلة وأننا جماعة وأننا مئات أو آلاف، خرجنا إلى الشارع بالحديد متنكسر، أو تلقينا أسلحة من ذات يمين الجاهلية أو ذات يسارها، أو من حيث يعلم الله، ونحن لما نجند جند الله فنخرج إلى الشارع فنخلق فرضا، نعم ذلك الظلم. ولا بد أن يأتي يوم يقع فيه مثل ما وقع في إيران في كل بلاد المسلمين، هذا شيء نحن ذاهبون إليه مباشرة، لا بد، شاء من شاء وكره من كره، إلا أن يرجع الحكام إلى الله سبحانه وتعالى ويعلنوا توبتهم ويسالموا الله عز وجل، فإنهم حاربوه ويحاربونه، ومن حارب الله عز وجل ينهزم وينكسر ومآله إلى النار خالدا فيها، إلا إن أفاءوا إلى الله ورجعوا. كيف هذا الجهاد؟ نخرج إلى الشارع الآن، نحن 100 نخرج إلى الشارع نقتل 100 من منزلنا ونموت في سبيل الله، هذا تهور ولا يعد هذا جهادا. المنهاج كما كتبناه وكما ننشره إن شاء الله، ولا نفرغ من نشره، لأن في حاجة دائمة إلى تهذيب وزيادة وتنقيح، ولا يعد أن يكون صوتا من الأصوات واجتهادا من الاجتهادات التي يجب، لا أقول يمكن بل يجب أن تتعدد، وإما أن يقوم بها من هم، من هم أكمل منا علما والله أعلم أقام الناهمة. فنحن الجهاد المطلوب، إن بعض إخواننا يقرؤون في مجلة الجماعة، يقرؤون ذكرا للأعراب القاعدين، فيظن بعض إخوتنا من نحبهم ونقدر فيهم الجهاد ونقدر فيهم الصدق ونقدر فيهم الإيمان يظن أننا نعرض لأحد، وإنما كنا نقرأ القرآن
ونفسر مفاهيم القرآن، لأنه إذا لم نفهم القرآن كل القرآن في أبعاده، في أبعاده، أبعاد التقوى وأبعاد الجهاد وأبعاد التكهين الاجتماعي الفطري في كل المجتمعات، لأبعاد الجهاد وضروراته وأساليب إذا نقرأ القرآن قراءة شمولية كما حاول سيد قطب رحمه الله أن يقرأه، وأريح إخوتي الشباب أن تقرأوا كتاب تحفظ القرآن سيد قطب. فإن هذا الرجل جاءنا في هذا القرن على مطلع القرن الخامس عشر تهيئا إن شاء الله للجهاد المأمون المرتجى المنتظر إن شاء الله عز وجل، لكي يكون دليلا من الأدلة، لا أقول الدليل، فالدليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهادي هو الله عز وجل، وإنما يبعث الله فينا من هؤلاء العلماء الصالحين المجاهدين في سبيله، لكي يشق لنا الطريق الفكري، ولكي يعطونا منهج الاستشهاد في سبيل الله، والجرأة في دين الله، والقوة على الأمانة التي حملها العلماء، فاستقال بعضهم وحملها آخرون بينال العزة التي وعدها الله للمجاهدين والشهداء في سبيله. ما هو الجهاد المطلوب منا وما هو منهاجه؟ لن نجيب عن هذا السؤال في جلسة ولا في جلسات، لكن آمل وأرجو أن تكون هذه التسجيلات وسيلة بيننا لكي نتتبع جميعا مراحل هذا الجهاد وأنواعه وأنواعه وأساليبه والضرورات التي يجب أن يقتفي هذا الجهاد. هناك من الناس من يتصور الجهاد تصورا ضيقا، فكلما ذكرت كلمة الجهاد لا يرى إلا الصفوف والسيوف والخيل والفرسان والرجل يتحاربون في الميدان، هذا هو تصور الجهاد. الجهاد هو أن يقف الجهاد عند بعضنا من لم تصور الضيقة، أن يقف الكافر في سطو والمجاهدون في سطو فيتقاتلوا كما وقع في بدر مثلا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد أوسع من هذا، فإن كلمة الجهاد في القرآن مقترنة بالجهاد بالمال وبالنفس. إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أين السيف في الجهاد بالمال؟ في الجهاد بالنفس، عندما تسهر تعلم الناس، عندما تسهر تحرس جند الله، عندما تسافر لا تترك من راحتك وتترك وتضحي بعاداتك، تسافر لتموت الدعوة. أين السيف؟ عندما ترابط في المسجد تعلم المؤمنين ما أنزل الله عليهم وما سنه الله رسوله صلى الله عليه وسلم. أين السيف؟ ها هنا. ومع ذلك فالجهاد العلمي أعظم جهاد. إخوتنا المرابطون في دور القرآن في المساجد في البيوت يعلمون الصبية كتاب الله عز وجل، هؤلاء عندنا أعظم المجاهدين، لأنهم يبنون المدينات التي بها يرص صرح الإسلام، لأنهم يسلحون جند الله بأمضى سلاح وهو العقيدة الصافية وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندنا أعظم المجاهدين. إخوتنا لنا أظنوا أن جهد التربية وجهد التعليم وجهد التحفيظ وجهد المراقبة وجهد الأمر بالمعروف على كل على أي مستوى كان يظنون أن هذا لا يدخل في حسابنا في شيء، ويظنون أننا ندعو إلى جهاد الكلمة الفارغة، إلى هذه الصيحات مثلا
التي يكتبها بعض الصحفيين وبعض الجرائديين أو المجلات أو التي يحصل فيها الخطباء ثم لا أثر لها. يقول لا هذا ندعو، إنما مجالسنا هذه وما يلقى فيها من القول وما يجتهد فيها من اجتهاد وما يلقى فيها من أضواء على المفاهيم القرآنية والسنية هنا لحظة لحظة من لحظات الجهاد، لون من ألوان الجهاد، إنما هو رافد من روافد الجهاد. نحن عندما نكتب المنهاج النووي كان إلى نقول عندما نجتهد في فهم المنهاج النووي لا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء من كلامه الطاهر المعصوم. ليس لي أحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو الذي لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى، ليس له أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم فهمه هو. هذا فهمنا في منهجنا اليوم. إنما نجتهد في فهم المنهاج النبوي، إنما نبحث عن خطة لكي تجتمع جهود المؤمنين في كتلة ناحية لكي يسدد فهم الإسلام في اتجاه واحد، لكي تجتمع كلمة المؤمنين على أمر موحد وعلى أهداف واضحة وبتصورات واضحة. هذا جزء من الجهاد المرغوب، ليس هو العمل. التنفيذ الذي يقتضي الصبر والمثابرة والبذل، بذل المال وبذل النفس، هو تربية جند الله، تنظيم جند الله، الزحف لمواجهة أعداء الله. لهذا لم يقض به صوت واحد، قلم يكتب، خطيب يخطب، بليغ يتكلم، هذا إنما يرجى أن تبلغه المجهودات إن تكثرت واتحدت. وإلى هذه الوحدة إخوتي ندعو، فإننا لن نشلل لكي يكون جند الله في مستوى المسؤولية، لكي يكون أولا شبا واحدا، فإن الله عز وجل لم يقبل منا التشاظم والتفرق والطائفية والتفريق. الله عز وجل أنزل في كتابه العزيز قوله الكريم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربك فاعبدون في آية أخرى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربك فاتقون. في سورة الأنبياء وفي سورة الحج وهاتان الآيتان الكريمتان. ثم يقول الله عز وجل رواية عن من قبلنا، من كانوا قبلنا لبني إسرائيل وغيرهم خاصة بني إسرائيل، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بلد فرق. في سورة المؤمنين يتقطعوا أمرهم بينهم كل إلا راجعون في حج. وأظن أن غير كل المحيط عندما قلت هذه الأحكام أظن في المؤمنين وفي الحج. فعندما يتقطع ويتقطع أمرنا زبرا أي قطعا وفئا ونفرح بما لدينا، نبتعد عن الله عز وجل، لا يرضى الله عنا. يتقطع أمرنا بينهم كل إلينا راجعون فمن صالحات من ذلك فمن علم الصالحات يهومون من فلا كفران لسعيه. ثم من بعد ذلك زيد أصدقائنا فمن علم الصالحات
وهذا كاتبه. وهذا السياق في القرآن الكثير يأتي جزء من المعنى والمفهوم المفهومين يبقى للثاني. يعني من لم يعمل من الصالحات فيرجع إلى الله وينتقم من الله منه ويعاقبه. التقطع والتشدد والتفيؤ هذا شو لا يزال لا يزال الله عز وجل. وإن وضعنا المنهاج لكي يكون كلمة بين إخوتنا مطروحة لإخوتنا يقول فيه رأيهم واجتهادهم حتى نتحد على خطة واحدة ونسير على خط واحد موحد. جهد واحد واثنين وعشرة وعشرات ومئات لن يقيم دولة الإسلام، لا الدولة القطرية ولا الخلافة المرجوة على وجه الأرض. إننا نذهب لهذا تكاتف الجهود واتحاد الهمم وتوحد المجهودات. فيعوذ بالله أن نعرض بأحد من يعرض في حق الإسلام. إن كنا نعرض بالقاعدين فإنما نعني الذين يمالئون الظالمين ويركننا إلى الظالمين ويعاوننا الظالمين. لا نعني وحاشا لله إخوتنا لمن يعمل لتربية الناس على دين الله ولتحريض الإسلام للمسلمين، حاشا لله أن نطعن فيهم ولا أن نعنيهم بشيء. فكنا فترى بعض المسلمين بعض العاملين يختلفون في جزئيات بسيطة، هذه لن تلبث أن تتبخر، لن تلبث أن تنقشع هذه الغمامة الوهمية التي تفصل بين المسلمين والتي تسعى الأجهزة البوليسية وتسعى الأجهزة الصهيونية وتسعى الأجهزة الشرقية والغربية من جهية تسعى أن تبثها فينا لكي تفرق، لأن جمع الشمل شيء لا تطمئن إليه أفئدة الكافرين، لأنهم يعلمون أن المسلمين يتحدوا يقدرون على عمل كبير رغم تخلفهم في مسك الحديد وبأسه وفي توجيه الحديد وبأسه. وأعني بالحديد وبأسه يتوسع في هذه الكلمة ليس فقط السلاح الحسي بل كل أسلحة المعنوية التي فيها بأس لتوجيهه إلى صدر العدو. بعض إخواننا يقولون إن أسلوب عملكم يلقي بالحركة الإسلامية للتهلكة لأنكم تكتبون في المجلة تحديا واضحا ظاهرا ضد الظلم والكفر والاستبداد والطغيان وما إلى هنالك من المصائب. ليعدون إخوتنا هؤلاء إن كان فهمهم للأوضاع السياسية داخل هذا القطر وداخل الأقطار الإسلامية وإن كان تصورهم لتوازن القوى التي يسمونها ديمقراطية والقوى بين الدول في العالم إن كان تصورهم لكل هذا لا يتيح لهم أن يبصروا عن بعد التجلات التي تفتح لنا لكي نتكلم بحرية، وإن كانوا لا يبصرون أيضا الفرص المتاحة لنا من يد الله عز وجل حيث أمرنا أن نطلب الشهادة في سبيل الله وحيث حدد إلينا سبحانه وتعالى أن نموت في سبيله. إذا كانوا لا يبصرون هذه الفرص التي نحاول أن نغتنمها لكي يرضى الله عز وجل عنا إن كانوا لا يبصرون كل هذا فنحن نعذرهم، لكن يعذرنا فنحن نرى أن الكلمة المسؤولة في وجه الظالم هي أولا وقبل كل شيء السنة النبوية
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث نسيت مخرجه ولا إخاله ينقص عن ضرورة الحلف. يقول في الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تخاف أن تقرأ الظالم يا ظالم فقد توجع منها توجع منها. معنى توجع منها يعني صلى عليها صلاة الجنازة لا خير فيها. والأحاديث في هذا كثيرة تعرفونها أو تعرفون بعضها. خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى غانم فقال له فأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فقتله. وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فإذا كان بعض إخوتنا يظنون أن العمل الدائب لتهيئ جند الله الفضل جند الله في الخفاء هذا هو الأسلوب الوحيد، نحن لا نحملهم ولا يتحملون مسؤولية عملنا. لماذا؟ لو كنا نرى ضررا يلحق بغيرنا لإخوتنا فيما نفعل وفيما نظهر به وفي أسلوب عملنا لكففنا. لكن نرى أن اقتحام العقبة عقبة هذه الأسوار المحيطة بالإسلام لمحاصرة الإسلام ولكتم أنفاسه لا يمكن أن تخرق إلا بهذا الأسلوب. هكذا نرى نحن. وأنا كما نرى أيضا أنه إذا تخرق هذه الحصون وهذه الأسوار إذا نخرق هذا الحصار الذي نحاصر به فإن العمل الإسلامي سيؤول إلى تضاؤل فتضاؤل فتضاؤل هذه تخوفات. وإلا فإن الله عز وجل إن شاء أن ينصر دينه ومن شاء فإن الله عز وجل يتيح لنا سبيلا. فاجتهادنا أرى والله أعلم أنه لن يرجع على جماعات وإخواننا إلا بالخير، إنما يرجع علينا الضرر من سكوتنا، لأن في سكوتنا ما يتيح لأعداء الله وأعدائنا لخصومنا أن ينسخوا فينا ما يشاءون من تهم وما يشاءون من بهتان وكذب. يستطيعون بسكوتنا أن ينسبوا لنا أننا إرهابيين. وتعلمون إخوتي أن الصهيونية العالمية وأمريكا وروسيا وأبنادها بين ظهراننا عملوا سنوات طويلة لكي يجعلوا كلمة إخوان المسلمين مقارنا في أذهان الناس عامة بإرهابيين. إخوان المسلمين إرهابيون، وكل من يمتح إخوان المسلمين إرهابيون، هذا إرهاب، كل إرهابيون. فنحن نقول بأوضح ما وسعنا من كلام نحن نطلب حقنا في العمل، حقنا في الظهور، حقنا في النشاط السياسي في التحرك الثقافي في الجامعات في المدارس في الشوارع في كل شيء. لماذا؟ لكي يجيء وقت يلعنهم الله عز وجل فيه لعنة الطرف طرف البصائر فيمسونا بسوء. عندئذ يفهم الناس أننا نحن على حق، لأن المخلوق فوضى وإنما طالبناه بحق. إخوتنا في تونس زوجته في السجن منذ شهر أو ما يقرب، ذلك لأنهم وعوا فهموا ما نقول الآن، أن اختراق الأسوار واختراق الحصار لم يكن إلا بالمواجهة والتحدي. قال لهم نريد أن نكون حزبا إسلاميا، قالوها بجهد وبصراحة وبقوة، فأخذوا من السجن. ما يحتاج؟ يحتاج الشيوعيون الأحزاب اليساريون واليمينيون يحتاجوا. قالوا ماذا؟ وأنا قرأت في مجلة من مجلتين، قالوا لا نريد أن يكون المسلمين شهداء، لأنهم كان المسلمين شهداء يعلمون أن المسلمين إذاك سيننا عزا، وسيفهم الشعب كله والعامة والخاصة
أن المسلمين على حق. هذا فهموا إخوتنا في تونس، واليساريون يفهمون السياسة، واليمينيون والأحزابيون يفهمون السياسة جيدا، ونحن لا نفهم، يجب أن نفهم. هذا وأعيد وأكرر، هذا يجب أن نتذاكر بيننا وأن نفهمه وأن نعيه. هذا درس من الأحداث القوية منا. قالوا لا نريد أن يكون للمسلمين شهداء. لماذا؟ لأنه إن سقط شهيد التفت الناس كلهم، يقول هذا هو الحق. وهذا كلام عند السيد قطب رحمه الله، نسيت عبارته بالضبط، يقول إنك لا منادما